السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم عز الخد، واليوم رجعنا لكم بسؤال جديد ومكان جديد. والمكان اللي بنصور فيه اليوم اللي هو معرض الرياض للسيارات، وراح يكون هناك في اكثر من 200 فعاليه و1200 سياره في 6 ايام بس، وموجود مزاد على اندر السيارات في العالم، وتحديات وسباقات وتجربه جديده في عالم التفحيط، وراح يتم تكسير الرقم القياسي في عرض المدفع البشري، وراح يكون هناك برضو في حفلات غنائيه بحضور محمد رمضان وارتيقا وبدر الشعيبي وغيرهم كثير من الفنانين. وعشان كل احد فيكم يتمنى سياره معينه، سؤال حلقه اليوم كان لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ ما ودنا نطول عليكم، يلا نخليكم على المقابلات. لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ والله بكون يا طويل العمر مثل ذول اللي تشوف اللي في الساحة. يعني أنا أبداعي كله في الهجولة، يعني أحب الهجولة، أحب زي كذا. طلع العرق المفحط اللي طلع جوه. العرق مفحط والله لي يا طويل العمر الحين 12 سنة ما شاء الله. أيوة والله. خبرة يعني. والله خبرة يعني أسوي حركة الفراشة. الحركة الفراشة هذه بالريوس. بالريوس يعني تعطيها. ايه كذا بالريوس هذه حركة بسمع. الفراشة وكمل سيدة. انت مسميها ولا كذا؟ لا انا مسميها طبعا. لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ عندي 50 أمنية بس تبي واحدة يعني؟ ايش رايك مهند عطر شيء جديد؟ شيء ملياردير. ايش اسمها؟ ملياردير. تبي تصير مردردير؟ مردردير. ان شاء الله تصير مردردير. ان شاء الله. حلو، وانت بعد وش فيه؟ انا ملياردير من الله الحمد لله. الحمد لله. حسنات بس. حسنات. فلوس ما في فلوس. طبعا اليوم احنا ما احد المتابقين ما شاء الله تبارك الله، عندنا سؤال بسيط. امني. يقول لك لو عندك امنية واحدة وش بتكون؟ ان شاء الله اطلع الاول بالعالم بدريفت. ما شاء الله تبارك الله. انا اشوف خلاص نقفل الاول انت ان شاء الله. روح البيت. لا روح روح. لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ بتشوف الصفره ذيك. ايوه هذيك والله امنيتي. تبي ذيك الصفره؟ اي والله. والله تعال وريني اياها. تعال اوريك. ايش فيها؟ فيها شيء يهول. هذه شوف بس تبغاها امنيتي. اي والله. ها اي والله. يلا الله يرزق فيها ان شاء الله. وياك ان شاء الله. One dream I want to be true? Yeah. Oh boy, that's a tough one. I know. Well, I guess coming over here and bringing all of our custom cars over here, hopefully we sell them over here and you guys can enjoy them. Well, this is really a nice time we're having here, and everybody has done such a beautiful job. That's your car. And to share them, this is my car. That's called the Black Prince. Really? It's a 1938 Bentley. And it's the only one in the world like only that. One. Only one in the world. The Black Prince. Yes. So can I take it? Sure. You guys got to, can you sign a check? لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ إيه أطلع مع محمد رمضان على المسرح الحين وأعطي هذه. بس. انا ما عندي امي والله عندي اميات كثيره خلاص بشارك بس. طيب لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ الموسم هذا ما يوقف انه يستمر. موسم الرياض ما يوقف. مره مبسوطين بس هذه الامنيه الوحيده والله العظيم. مره مبسوطين. طيب. وكل ما اشوف انه قالوا بتخلص الفعاليات مره ازعل، وكل ما اشوف انه مددوها مره انبسط، وان شاء الله ما توقف لان مره مبسوطين احنا. لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ امنيه واحده الله الله اللي تبيها انك وش تصير؟ فلوس لا نهايه. حلو. انط مكان عالي. تنط من مكان عالي. أيه. يا سلام. ما اموت من الرصاص يعني ما شيء هذا. وش بعد كمل؟ سياره تطيح من السماء. سياره تطيح من السماء. اي نعم معضل. اصير معضل. اي فجاه كذا. الزواج صراحه ودي اتزوج. طب دام ودك تتزوج عطنا مواصفات زوجك المستقبليه. والله اهم شيء تكون يعني طويله شوي. بس طويل مو اطول مني يعني. Tell us one dream. Yeah. Tell us one dream you want to come true. This was one of them. To come to Saudi Arabia. To come to Saudi Arabia. Yes. That is your dream. That's one of them. Yes. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's wonderful. It's really great. Thank you. Thank you. Yeah, very much. You're welcome. والحين وصلنا للمنطقة الثانية اللي فيها أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية اللي هي إنسومينيا. تعال تعال. شو مسوين؟
بالله تشاو بالله تشاو تشاو تشاو. طيب تعرفون ايش في انسومانيا ولا لا؟ انسومانيا؟ ايه. لا ما اعرف. ما تعرفون؟ لا. ها؟ راح يكون في عروض على المسرح وناس لابسين كوسبلاي امثالكم. فيها اكثر من بطولة، طبعا بطولة اوفر واتش وبطولة فورتنايت، وعندكم برضو بطولة رينبو 6. طبعا كل اللي عليكم تسوونه في هالبطولات تجمعون فريقكم، انتم فريق واحد وتدخلون في البطولة وتشاركون فيها. طبعا كل هذه البطولات عليها جوائز مبالغ مالية. وبس يا شباب ما ودنا نطول عليكم، يلا نخليكم على المقابلات. حبيبي سؤال بسيط يقولك لو عندك امنية وش بتكون؟ بنزل بوشينكي. تنزل على بوشينكي على طول؟ ايه. ليش؟ ليفل 100. ها؟ ليفل 100. سكار. السكار. ايه. ورينا نشوفه. ما له اي علاقه صح؟ ورينا نشوف السكار. ما شاء الله تبارك الله. هذا وش هو؟ ميكس. ميكس فورتنايت مع ببجي. ما شاء الله. ايه. لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ اقدر اعيش مرتين. ليش؟ ابي اجرب اشياء، ابي اجرب انط من فوق سطح. ابي. تبي تطب فوق السطح عشان تعيش مرتين؟ ابي اجرب انط من فوق، ابي في اشياء اخاف اسويها عشان ما اموت. ابي اسويها مثلا اني انط من هليكوبتر. لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ اصير بس. ها؟ اصير بس. بس؟ ايه قطل. ليش؟ اقدر انام، اقدر انام ليل نهار. حلو. زين اكل من اي مكان ما حد يقول لي اي شيء. يا سلام. اوكي. اكبر همومي انه يجيني واحد يقول لي قم من سطح الموتر. شكرا. فكر فيها. شكرا حبيبي الله يعطيك العافيه. لو عندك امنيه واحده وش بتكون؟ ان ياخذ الاول بكاس العالم فورتنايت. تاخذ الاول في كاس العالم فورتنايت؟ اي نعم. السؤال يقول لو عندك امنيه واحده وش بتتمنى؟ اتمنى اكون جوكر صحيحي. تكون جوكر حقيقي. يا صح. طب ورينا حركات بهلوانيه. يلا جوكر. يلا خلي افتوز. اوكي صح خليه معك. شكرا حبيبي. حبيبي السؤال يقول لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ كهرباء ونار. حلو. طلع الأموات من تحت الأرض. يا ساتر. أيوه. كهرباء الناس فترة. طيب ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافية. شكرا لك. إذا عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ I want to be human. Human. Yeah. ليش؟ I love human. لو عندك أمنية واحدة وش بتتمنى؟ بس أتمنى صح؟ والله أني أسافر اليابان صراحة. ليش؟ والله عشق اليابان صراحة. لايك لايك اضغط لايك. أنا من الناس من العشاق الأنمي عرفت؟ فأبغى أزور المصدر حقه. مع أحد اللاعبين عندنا سؤال لك بسيط، لو عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ ما شاء الله كم ذابح؟ والله ما أدري كم ذابح. أنت الأول على الفريق. ثمانية ثمانية. طيب وش أمنيتك؟ أي شيء؟ أي. ممكن فلوس بالهبل. فلوس ما تنتهي. ما تبي ذبحات ما تنتهي؟ لا 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 فلوس يا رجال. آه يعني قاعد تلعب بطولة عشان فلوس؟ اي ما شاء الله. اهم شيء. طيب السؤال يقول لك لو عندك امنية واحدة وش بتتمنى؟ احضنك. حبيبي الله يسعدك. ضحكت. اي بس صدق والله انت ما شاء الله اشوفك انت تلبس كوسبلاي دائم. في كوسبلاي تتمنى تلبسه؟ لا والله بس اللي اتمنى اني يكون عندي وقت اللي احافظ على هذا الشغله صراحه. كم قد لبست كم كوسبلاي بحياتك؟ وين فوق 60 ولا 70 يمكن. ما شاء الله تبارك الله. لي 9 سنين. وكلهم 9 سنين. كلهم اشكال مختلفه. كلها. ما شاء الله. كلها شخصيه احبها فاحاول اتقمصها. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. انا اتقمص كنت حبيتك يا. لا 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 تقمصني دوش. تتعب عشان تسوي خدود. لا 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 ما عليك. الله يعطيك العافيه. اتمنى اني ما اجوع اشبع. ما تجوع تشبع. اي والله. تصير شبعان طول عمرك يعني؟ طول عمري. ما ليش طيب ليش؟ لان الاكل اهم شيء عندي، اهم شيء من حياتي. فانت ما تبي تاكل؟ ايوه. ابغى اصحى من النوم وانا شبعان، طول الوقت وانا شبعان، ما اروح اشتري. لو عندك امنيه واحده وش بتتمنى؟ بتمنى طبعا يكون عندي القوه الخارقه حقت الشخصيه اللي انا متقمصها حاليا. ما شاء الله، وش القوه الخارقه حقتها؟ عنده قسمين، قسم جليد وقسم نار. يا ساتر. يطلقهم الاثنين مع بعض، جليد ونار، يجمدك بعدين يحرقك. ايش العذاب هذا يا حبيبي؟ فكنا من شرك. اذا احتريت في الشتاء، اذا احتريت في الصيف اشغل الجليد، اذا احتريت في الشتاء اشغل النار. لا 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 واضح انك رايح فيها. لو كان عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ مسوق أنا، أسوق للشيء هذا، ما عندي شيء أسوق لك الحين، لكن لو تعطيني منتج أسوق لك سوق له والله. طيب أبي أسوق لهذه الفرشة. هذه الفرشة، هذه الفرشة مصلحة من شعر الحصان. ما شاء الله. وتصير أريح إنها تسحب الألوان. أيوه. وبرضو خلاص بس، خلصت. يعني أنا بشتري عشان أمشي على الحصان. صدق والله، تساعدك إنها تشيل الألوان. أيوه. وبرضو الدمج فيها يكون أسهل وأريح. خلاص، كم هي طيب؟
رخيصة جدا. 750 الحبة. 700 ليش؟ اقول لك ريش حصان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ لو انها ريش حصان شريتها ب 750 صح شبعاني. بالضبط. اوه انحف. ليش طب تبي تنحف؟ يا اخي احسن يا اخي. عشان ما تدخل محل تقول له اعطني 4 اكس 3 اكس تعذب ميديوم ما في. الموضوع صار صعب. ايه الموضوع صار صعب مره. الله يعطيك العافيه. وبكذا وصلنا لنهاية مقابلات اليوم، اذا عجبكم المقطع لا تنسون تشتركون في قناة موسم الرياض، واللي حاب يزور أي فعالية من فعاليات موسم الرياض حملوا تطبيقهم الإلكتروني أو ادخلوا الموقع تحت في الديسكريبشن، ولا تنسون تجاوبون على سؤال حلقة اليوم اللي هو لو كان عندك أمنية واحدة وش بتكون؟ وبس هذا كان اللي عندنا، يلا نشوفكم إن شاء الله على ألف خير.